اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتنا سيما ادريسي كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا فيديو ديال البسبوسه اللي كتجي معلكه وكتجي هشيشه وخفيفه بزاف. كيف ما كتشوفوا في الصوره راه كتجي معلكه وكتجي مفشفشه. كنتمنى انكم تفرجوا معايا في الفيديو من الاول لاخير وتعجبكم الوصفه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا الكاس ديال الدقيق، جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، جوج خمارات ما يعادل 15 غرام، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، ربعات البيضات، ربعات المعلق ديال الياغورت الطبيعي، كاس سنيده فانيا وحامضه محكوكه والعصير ديالها. بالنسبه للطريقه فغادي ناخذ هذوك ربعات البيضات وغادي نطربوهم مع كاس ديال سنيدة ومع فانيا. ما كتحتاجش نهائيا للطراب الكهربائي، فقط غادي نخدمو غير بالطراب اليدوي. وغادي نطربو هاد العناصر حتى انسجموا لينا مزيان وتبان لينا هذيك السنيده دابت مع البيض. بعد ما طربناهم مزيان غادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب دائما مع التطريب، غادي نزيدو الحامضة اللي ديجا كنا حكيناها والعصير ديالها. نضيفو كاس ديال الزيت ايضا. دائما مع التطريب غادي نديرو كاس ديال السميده الرقيقه ونديرو ربعات معالق كبار ديال دانون مسوس. الا ما كانش دانون مسوس ممكن تعوضوه بدانون ديال الفاني، ماشي مشكل. غادي نزيدو دابا الكأس الثاني ديال السميده ونديرو كأس ديال الدقيق. وقبل ما نطربو غير نديرو الدقيق، من الاحسن نديرو معاه الخمارات مع الدقيق باش كنضربوهم دقه واحده، باش هذيك الخميره كتتساجم لنا مع الفورس. انا هنايا عندي هذيك الخماره راه فيها 15 غرام، يعني تقدروا تكونوا عندكم فرديين 7 7 او 8 8 ماشي مشكل. انا عندي هذيك الخماره بقياس جوج ديال الخمارات. وفي الاخير كينحصلوا على خليط بحال هكا كيكون شويه خاطر. دابا غادي ناخد مول اللي ديجا دهنتو بالزبده والسميده الرقيقه، ما استعملتش الفورص، دهنتو غير بالزبده والسميده. وغادي نكب الخليط ديالنا كامل وغادي نوضعوها في الفرن اللي ما يكون ساخن، غير نشعلوه ندخلوها على درجه 180 درجه ونشعلو غير لتحت. انا هنا خدات لي الوقت 40 دقيقه، فهي كتاخد ما بين نص ساعه حتى لساعه الا ربع. انا خدات لي 40 دقيقه.
دابا غادي ندوزو باش نحضرو السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه. هنا خديت كاسرونه وضعتها فوق النار وزدت درت كاس ديال الماء بالعبار ديال كاس العنبه وجوج معلقات ديال السنيده كبار وعصير ديال الحامضه. نسمتو بالحامض نتوما، تقدروا تكتفيو غير بالماء والسنيده، تقدروا كان عندكم الحامض ديروه، تقدروا ديروا الليمون، نتوما لكم الاختيار. انا اختاريت نسم بالحامض فكتجي في هذيك النسمه زوينه ديال الحامض، حتى ديجا وضعناه في الخليط ودابا غادي نسقيو به. ومن الاحسن السيرو غير تخشيوه في الفران ديروه، حيت باش تسقيوه خص يكون بارد، والبسبوسة غير تخرج من الفران تكون باقا سخونة تسقيوها والسيرو يكون بارد. فهنا كيف كتشوفوا معايا راني خرجتها من الفران، غفلت عليها واحد شوية، جاتني شوية محمرة. دابا غادي نبدا نسقيها، كنسقيوها مزيان مزيان حتى كتبان لنا راها فازكة. هذاك السقوة ديالها هي السر اللي كيخليها تجي معلكة. وبالنسبه للتزيين فلكم الاختيار، انا هنايا زينت غير باللوز ايفيلي، حمرته وزينت به. وكيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، كتجي زوينه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. وفي نفس الوقت راها كتجي خفيفه وهشيشه. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم ويكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو تضغطوا على جيم، واللي اول مره غيدخل عندي القناه يدير لي ابوني ويضغط على الجرس باش دائما يبقى يوصلو الجديد. شكرا على المتابعه، في فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله.